السلام عليكم. فيديو اليوم عن كيفية صنع الأكروشور دو كلي ميرال ولا علاقات المفاتيح. أنا كنت خدمت ديجا هذا الموديل وتاني كاين هذا الموديل، كاين بليزيور موديل، كاين هذا تاني. دونك كل واحد كيفاش يحب يشبه الأكروشور دو كلي تاعو. إذا نحتاج إلى بيان سور دي سباتول أون بوا، نسحقو بيستولي اون سيليكون، نسحقو مقص، ونسحقو دي بابي هكذا، سي دي بابي بان، وكاين مام بابيون موس، هذا يجي ورق براق. هل هذا اختياري، اختاروا اي رسم او اي صورة تحتاجوها تحبوها انتوما. تانيك نسحقو دي روبون، نسحقو دي روز، نسحقو دي بيرل تانيك إذا حبيتو ديرو دي بير. دونك هدايا اختياري، كل واحد كيفاش يحب يشبه الرسمة تاعو. ونحتاج أيضا أن نرسمو هدايا على شكل بيت، علاش؟ باش كي نحطو السباتول ميجوناش معوجين. نبداو على بركة الله، نبلاصيو السباتول تاعنا هكدا، وكيما قلتلكم ردو بالكم ديروهم معوجين. سي بور سا درنا حنايا هاد الديسان تحت لسباتول. بون توجور الاولين يجو شويه صعب، لازم التركيز باش ما يجوش برك معوجين. ومن بعد خلاص نديرو دونك سيليكون هنا، ونديرو سيليكون نزيدو منها. حاولوا انكم ديروهم جوست جوست. نكملوا المال لي ميم زيتاب. دوك انا نزيد ندير انا هكذايا، سيو ديرو هادي فوق تاعها، سيو متعوجوش، خدمو بالعقل. دوك انا ندير هكدايا، شاك كوتي ندير 5 سباتول، توتال يكون 25 سباتول، ونكمل انا ساير داير. نكمل انايا هادية، هادي هي لا ديرنيغ بارتي هنايا، نديرو السباتول تاعنا. شويه سخون. فوالا طلعهم شويه ينشف هذاك السيليكون. دوكا نتحصلوا على هاد الشكل، نحو هادوك الخيوط تاع السيليكون. فوالا دوكا واش نديرو؟ لازم نغلفو من هاد الكوتي. انا خيرت هذا الموتيف، قلت لكم كاين بلوزيور بابي، كاين هذا كاين هذا كاين هذا، وانا كنت استعملت ديجا من هذا الورق، دونك راح نخير لون واحد اخر. نشدو هدايا نقيسو على هذا، ديكسو انا اصلا قصتو من هنا، تشوفوا تروحوا من جهه الخلف وتقيسو، ومن بعد قطعوا هاد الورقة على حساب هاد الشكل. قطعت هاد الورقة على حساب الحجم هذا. دوك نجيب السيليكون ونحطو من الخلف. على لي 5 كوتي. سيو جيبو سوا سوا
ربطوا بالكم سيليكون باسكو يكون سخون يهرب. فوالا ونتحصل على هدايا. دركا كي كملنا دوك نقدروا نشبحوها باي حاجه نزيدوا التزيين. مثلا نستعملوا هذا نقدروا ندير هكذايا ريبون منا هدايا هذا دونتير بلوتو هاد الجهه وهاد الجهه ونلصق هكذا ونلصق. نقدر ندير مثلا هاد الورده هون هنا من الداخل نلصقها. نقدر ندير مثلا هنا هذا نجيبو نحطو هكذا. يعني هاد الاشياء اختياريه كل واحد ولوغو تاعو ديرو كيما حبيت. انا اخترت هاد الدونتيل باش نلصقو هنايا ونزيد ندير منها ونلصق هاد الورده او ممكن ندير هاد الوردات البيضه هنايا ونكمل. نواصل انايا اللصاق تاعي تاع الدونتيل كنت انا اخترت هذا ديرو هاد الطو. كلكم ممكن دير هاد الورده منها او مازالني نلصق درك غير هادي وهادي هنايا ونكملو الفيديو. حطوها عليا من الطرف سيكسكوها باش تبان. من هنايا نلصقو هاد الكروشي هنا باش نقدرو نعلقوه. نعم هذا باش يتعلق كذلك اللون هنا. باش نعلقوه من هذا الكوتي ونعلقوه هنا المفاتيح. وهكذا لي زاكروش دو كلي ميرال كملناهم. كانت بنتي اقترحت عليا ممكن مثلا نعلقو ماشي برك المفاتيح مثلا نعلق المفاتيح هنا مثلا نحط هذا الحولاي هنا مثلا ونحطهم في لي شومبر دونفون. نقدرو نديرو ثلاثة كيف كيف وحدة كبيرة وحدة صغيرة وحدة معينة. إذن هذه فيها عدة استعمالات ليس فقط للمفاتيح. إن شاء الله يكون هذا الفيديو عجبكم أو نال إعجابكم. إذا عجبكم ديروا لايك وشير وشكرا على المتابعة. السلام عليكم أخواتي. فيديو اليوم عن كيفية صنع هذا نوع من الدولاب. سي دي كوفر أو سي دي بيتي كوفر أون سباتول خصوصا للفتيات يحبوا يديروا وقت كي بيجوا يديروا سلاسل ولا دي براسلي ولا دي باك كيما يحبوا. اذا لصنع هذه العلبه نحتاج اولا الى دي سباتول اون بوا. هنا كرتون نحتاج كرتون في هاد لي كوتي. نحتاج الى مسدس الشمع
إلى دنتيل مقص وبدل نقش. نبدأ على بركة الله.